والآن مع فقرة الأرقام. أول رقم عندنا النهاردة 519. 519 نائب انتخبوا أو يعني نعتبروا إن هم اختاروا أو وقعوا على استمارة ترشيح رئيس الجمهورية. عشان نتكلم يعني اللي عايز يفهم الموضوع أو طبيعته إيه، أي مرشح رئاسي قدامه اتجاهين أو حلين، يجيب موافقة ال 25 نائب، ال 20 نائب، يجيب 25 ألف توكيل من 15 محافظة. قدامك سكتين، يا دي يا دي. البعض ادعى ان النواب يزايدون ويبايعون الرئيس لاغراض اخرى. يا عم انت لو النائب بتاع دايرتك راح بايع الرئيس السيسي وانت مش حابب الرئيس او مش من مؤيديه ما تنتخبش النائب ده تاني، بس هو النائب مارس حقوقه السياسيه، ما تحكمش عليه ولا تقول له انت عملت كده ليه. حتى المرشحين لو قلنا ان الباقي فين، لا ده خد اللي اكتر، ان الباقي حتى بقيه ال 579 او 76 اللي هم موجودين حاليا متبقين او يعني او 596 تقريبا من ال 600، عشان في اربعه ليهم قصص يعني مش مجالها دلوقتي. الباقيين في منهم مسافر وهيجي برضه يبايع الرئيس السيسي، هو ده اختياره وقراره. احمد انت النهارده يعني عندك اداء انك بتغيظ المعترض. مش قصدي والله، بالعكس انا بكلمه بموضوعيه. هو المشهد ده مستفز ولا لا؟ لمين؟ للشخص اللي شايف انه في حاله من المزايده. مستفز ولا لا؟ ان انا احس مش انا انت النائب بتاعي ماشي، وانا مثلا شايف انه يا جماعه انا مش عايز انتخب مثلا رئيس عبد الفتاح السيسي. جميل. ليه النائب بتاعي يعلن موقفه بهذا الوضوح وهذه الصراحه وكانه بيغزني انا وكانه حق الدستور مش محترمني انا كناخب، ولكن عايز يقول للرئيس على فكره انا معاك. الرئيس مش محتاج ده. يعني في بعض المواقف اللي انا بحس هي الضر ما تفتش. يعني لو انا شخص احنا متفقين ويعني مش هينفع نمثل عليكم، الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب اكبر فرص في الفوز في الانتخابات الرئاسيه القادمه، وبصراحه عن جداره، وكتير مننا عنده قناعه بانه اللي بدا مشوار لازم يكمله، كل الحاجات دي احنا عارفينها. لكن في بعض المواقف اللي لا الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاجها ولا هي مقبوله، وهو بتخصم بشكل كبير بجزء كبير جدا من فكره النائب البرلماني اللي دوره مراقبه اداء السلطة والحكومة والرئيس نفسه. طب ليه انكر على النائب ده حق تأييد الرئيس السيسي لو هو مقتنع بأدائه وشجعه انه يرشح مثلا او يقيد خالد علي؟ ما حدش شجعه. بس انت احنا بنكر عليه حق. افرضي ده رأي ال 519 نائب كتير عن قناعة كاملة كبيرة، يعني رقم كبير يا ستي. افرضي انت زعلانة ليه؟ انا اتمنى ان نصهم يبقى خالد علي ونصهم سامي عنان ونصهم ايه المشكلة؟ المهم ان يبقى كل واحد حر في اختياره. زي مثلا التوكيلات، من حق بصي انا لو مكان خالد علي انزل اجيب 100,000 توكيل وافرض عضلاتي على الدنيا كلها، ساعتها هلوم الناس اقول لهم انتوا رشحتوه ليه او عملتوا له توكيلات ليه. هو الحقيقه ان هي المنافسه صعبه جدا على اللي جاي، يعني في اي شخص هينافس المنافسه صعبه. بصي اقول لك حاجه سريعه كده بمناسبه الاهلي والزمالك، عشان الاهلي ده فارسني النهارده وشاللني. احنا كزملكاويه احيانا بندعي ان الاهلي التحكيم بيديله ان هو نادي معرفش ايه والبقال ومش يعني بنتهمهم باتهامات بس بينا وبين نفسنا. لا احنا عارفين ان الاهلي فريق بطولات، فبنرجع اللي احنا فيه من نحس ان الاهلي ده بيساعد الحكام. لا انا وقال لو كلمه حق. والله لا حق. طبعا بيحصل ساعات لا بيحصل مجاملات بس اللي الزملكاوي اللي يقول لك ان كل بطولات الاهلي كفته ومتاخده بالحكام، لا ده راجل بي بي بيرمي مش عايز اقول بقى عشان ما يزعلوش مني الكام زملكاوي. من 519 الى 100. 100 هو الرقم التالي اللي عندنا النهارده. 100 سنه وعيد ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اللي بتحتفل بمصر والامه العربيه عن طريق يعني تنظيم لمجموعه من الفعاليات اللي بتوحي ذكرى هذا الزعيم الكبير. في فعاليات كثيره جدا يوم 15 و16 يناير في المجلس الاعلى للثقافه وفي دار الاوبرا المصريه. الاحتفاليات لطيفه لانها بتناقش مشروع جمال عبد الناصر. الغريبه في هذا الزعيم انه لحد النهارده لسه الناس لما بتدخل في نقاش حول جمال عبد الناصر تلاقي الناس انفعلت واتكلمت بحماس رهيب وكأنه هذا الرجل عايش معانا لحد النهاردة. صاحب كاريزما ما حصلتش في تاريخ مصر الحديث، لأنه وكمان صاحب رؤية ومشروع وطني. ناس كتير جدا بتقارب ما بين مواقف زعيم جمال عبد الناصر وأي شخص بقلبه على البلد، يعني بشكل ملفت للنظر. الحاجة اللي أنا شخصيا نفعتني لأن أنا من الجيل ما بعد
جمال عبد الناصر. انا مثلا اعتبر نفسي انا من جيل محمد حسني مبارك الرئيس الاسبق. احنا ما عشناش الايام دي والاندفاعات دي والمشاعر الكبيره دي ما شفناهاش، لكن الحاجه اللي جيلنا مثلا اتعلمها هو انه لما نتفرج كده على شكل الخناقات وجمال عبد الناصر اه ولا لا، وانور السادات اه ولا لا، نعرف انه افضل قراءه للتاريخ هي قراءه حياه الزعماء دول على انهم بني ادمين، بني ادمين صالحين كان عندهم رؤيه وامل وحلم كبير ومشروع كبير. وممكن نقرا كمان عن اخفاقاتهم وعن الحاجات اللي لم يوفقوا فيها عشان نفهم ونتعلم. يعني اعتقد ان جيلنا اوفر حظا لانه خرج من الخناقه الكبيره انه في اي زعيم في الدنيا ملاك او ما بيغلطش، لا الحقيقه انه جيلنا اتعلم من خبرات الناس اللي سبقته. طب بمناسبه الرئيس عبد الناصر بيحب بلده لكن بيغلط، بمناسبه عبد الناصر انا لست مؤيدا لكتير جدا من سياسات الرئيس عبد الناصر، بس تقول لي شعبيه عبد الناصر اقول لك تعظيم سلام، ما حصلتش ولا هتحصل. طيب عبد الناصر لو كان عمل انتخابات او يعني اعتبر انه موجود في وقت ما وعملوا انتخابات، شعبيته كانت كام في المية؟ لا كتير جدا جدا، ما 99% اصلي ميري. ميري مش يعني، لا انا بكلمك انه فعلا عبد الناصر كان يحوز على شبه اجماع. هل ده عيب في حقه؟ يعني ما لومش على الناجح، ما انها بتحبه بالظبط. بالظبط يا عبور الساعة 12 التذاكر هتزيد، يا دي المصيبة، تذاكر القطارات في طريقها للزيادة. أقدر مرة تانية وأقول أن الوزير هشام عرفات رجل مجتهد وعايش في الشارع وبيركب القطر والمترو وبيحاول يطور، ولكن أرجوكم مع الزيادة قول للمواطن حقوقه إيه. يعني يا مواطن أنا هزود لك التذكرة أم 5 هتبقى بـ8 مقابل أن أنت هتروح تلاقي كرسي نضيف. ده رأيي الشخصي يعني، وده على فكرة حتى يعني ابسط الحقوق النهارده ان انا بقول لواحد انا هعمل لك كذا مقابل ايه، لان الكلام على ان الهيئه بتخسر فهنزود تذاكر ده كلام مستفز جدا. انا مش يعني انت مش تعوض خسايرك وتنساني، عوض خسايرك وظبطني وخليني قاعد في قطر فيه كرامه، ما بقاش قاعد الاقي كرسي مش عارف ايه والاقي الحمامات. وبعدين الناس تقول لك اصل الامكانيات، طول عمري اقول الصابونه بجنيه، النظافه مش بفلوس، لما اخش حمام القطر الدرجه الاولى الاقي ريحته تجيب لاخر يعني بص تقرف تعدي قدامه. طب ليه؟ ايه علاقه النظافه دي بفقر الامكانيات؟ ليه بخش حمام مطعم كذا او اوتيل كذا بلاقيه بيلمع؟ عشان في ورقه ورا الباب، وانا بسال صحابي مديرين المطاعم الورقه دي عباره عن ايه؟ المشرفين. قال لك الورقه دي فيها كل ربع ساعه مشرف يعدي ويمضي، ما تعملوا الكلام ده في الاطارات. لا يا احمد كمان مشرف ومراقب يعني. أيوة هو فيها خانتين، دي بديهيات الاداره انه اعمل قانون، اطلب من حد تطبيق هذا القانون، عين رقيب على من يطبق هذا القانون. هي الموضوع مش حسبة مرعبة يعني، ولا حد فينا يدعي انه احنا خبراء في النقل، لكن احنا عارفين العالم بيسوق ما لديه ازاي، وعارفين انه بعض المشاكل مش لازم يبقى حلها رسمي وميري وحكومي، لكن في تعاون تاني، ومش لازم يبقى حلها جيب المواطنين. لكن على كل حال في زيادة في اسعار التذاكر. الرقم اللي جاي هو 39. بعد 39 سنة العيال رجعوا. واحدة من العلامات اللي هتفضل علامات في ذاكرة المسرح المصري هي مسرحية العيال كبرت. وبعد 39 سنة على هذه المسرحية بيستعد فريق عمل مسرحية العيال رجعت لبدء عرض مسرحيتهم في نص شهر يناير. الفكرة باختصار مش إعادة تصوير مسرحية العيال كبرت، اللي بالتأكيد يعني إعادة تنفيذها مش هيوفق ولا هينجح نفس النجاح، لكن هو تصور كده لو العيال دول بقوا في عصرنا الحالي او احفادهم رجعوا هيبقى شكل الحياه عامل ازاي. الوحيده اللي موجوده ومشاركه في المسرحيه من الابطال الاصليين هي النجمه ناديه شكري في دور اللي كانت بتقوم بدور سوسو، هي الفنانه الوحيده من الطاقم الاصلي للمسرحيه، والباقيين كلهم وجوه جديده. فكره لطيفة جدا انك ترجع تخبط على الحاجات اللي الناس بتحبها واللي الناس ارتبطت بيها وقدم بيها، ننتظر انه يقدم منها فن حلو وجميل على نفس هذا المستوى من الضحك والابداع. 4000 سنة مجمع اسوان الاداري، حكاية اثر اقدم من مش عايز اقول نص، اقدم من كل دول العالم. يعني الدول اللي كانت موجودة من 4000 سنة التاريخ بيقول لنا، يعني ويل ديورنت في عصر الحضارة بيقول ان هم تقريبا كانوا العراق وفي سوريا ومصر ويعتبر الصين، ما كانش في دول اخرى، لا كان في اوروبا ولا امريكا، كل دول كانوا عايشين في الغابات. لقوا مجمع في اسوان واضح انه مبنى اداري،
يعني لو دورت هتلاقي مكتب مدام عفاف فرع سحت، هتلاقي مكتب استاذ دسوقي راع امون موجود في هناك. يعني اشك انك هتلاقي الدرج الشمال اللي كان بيتحط فيه يعني الحاجات اللي كان اياميها بقى بصل وفول وحاجات، اكيد كان فيه شيء ما. الفراعنه يا جماعه يعني في ناس بتعتبر يا عم ارحمونا بقى 7000 سنه كل شويه وجعتوا دماغنا، اقروا كتاب فجر الضمير لجيمس هنري بريستد، اقروا ويل ديورنت عصر الحضاره، الحاجات دي لازم تدرس لاولادنا، لازم يعرفوا عندما كنا عظماء، عندما كنا يعني بنعمل حاجات النهارده مش عارفين نعملها، كان العالم كله عايش في كهوف. ليه؟ تقول لي ليه؟ يعني استفيد ايه من التاريخ؟ اقول لك استفيد ايه؟ شعورك انك مقصل كده وابن اصول وابن ناس هيخليك تتكسف تعمل حاجات من السلبيات البشعه اللي بنعملها اليومين دول. ما بيحصلش. جدي كان عنده مجمع اداري، كان مدام عفاف راعي دي كانت موجوده بره. انا متهيألي بقى انه ما كانش فيه روتين، يعني مش ممكن هذا القدر من الانجاز والتحضر والتطور والعلم يبقى مرتبط بالروتين باي شكل من الاشكال، ولا يبقى مرتبط بالمظاهر اللي هي احنا بنسميها مظاهر. الروتين مظهر من مظاهر الجمود، الناس دي ما كانتش عندها جمود رغم انهم يعني حاجه من اختلف معاكي، وكان زمان برضو اكيد روح هات لي ورقتين بردي عليهم امضه اتنين موظفين فراعنه او حجرين بردي ولا مش عارف حجرين من الهرم، اكيد لان دي موروثات يعني مصر دي ثقافه. الرقم اللي جاي يعني حزين، لكنه على الاقل تم اكتشاف يعني او فك نبوءه او لغز ماجيسكو غريق ستانلي، والرقم اللي جاي هو 7 ايام في البحر، جثة غريق شاب غريق اسكندرية اللي سقط من كوبري ستانلي مع 3 من الشباب اثر حادث سيارة. اتسمى ماجيسكو واتعملت يعني كلام وقصص وحوايات وحكايات وروايات حوالين غرق هذا الشاب، واللي حتى اهله ما صدقوش ان هي دي جثته بعد ما خرجت من الميه، وطلبوا تحليل دي ان اي وتاكدوا بالتحليلات، لانه هذا الشاب كان كاتب كلام غريب كده قبل وفاته بكام يوم على الفيسبوك، الناس ربطته بشكل يعني مصرعه اللي لقاه على كوبري ستانلي. يعني عموما كل العزاء والقصة غريبة بكل تفاصيلها، والخرافات اللي حصلت حوالين القصة هي اللي تخلينا بس نقف نفكر كده، احنا منتظرين دايما حاجة من المجهول، الناس دايما مستنية كده. فخرافات قالت انه مش هيرجع، وانه هيبقى هيظهر، وانه هيبني هرم، وانه حاجات تقول لك كده مدى ارتباط الناس بالغيب والمجهول، ومدى سهولة انه الشخص يقع لفخ حاجة ليها دعوة بالمجهول. بقاء لله، وربنا يصبر أم محمد، يعني قمة سوء الحظ يعني طبعا استغفر الله العظيم ده قدر يعني، ولكن واحد يروح من مرسى مطروح يقف على البحر ياكل ترمس يلاقي عربية تدوس وتشيل وترميه في البحر ويغرق 7 أيام، هي فعلا قصة ملحمية أو يعني كانت مثيرة جدا. وبقاء لله ونعزي فيه أسرته، ويعني نحتسب عند الله شهيدا لأنه الغريق والمبطون والمحروق. ندخل بقى لشرايين مصر بتوسع، 22.5 مليار جنيه، ده الرقم التالي. 22 مليار جنيه ونص، مش نص جنيه، نص مليار طبعا اللي هو 500 مليون تم انفاقهم او اجمالي استثمارات مصر في انشاء الطرق والكباري، واعتقد ان الرقم اكبر من كده لان هناك وزارة النقل بتعمل مشروع وهناك الهيئة الهندسية ماسكة مشروع، فاعتقد ان ده رقم يخص وزارة النقل ويمكن انا غلط بس اعتقد ذلك، لان مصر بتشهد ثوره في الطرق. الطرق بتتعمل صح لاول مره من سنين طويله، الطريق بيتعمل فيه خانه للبطيء اللي كان بيدغدغ الطريق زمان، ولكن اتمنى برضو احنا مش بكسر في الهمم، ولكن برضو اتمنى ان ترتفع ميزانيه صيانه الطرق الحاليه. الطريق الدائري مثلا في القاهره لا يصلح تمشي فيه عربيات كارو يعني، وهو ده الطريق الشرياني الاهم في مصر، فاتمنى ان يسير بالتوازي زي ما بنعمل طرق جديده، نشوف الطرق اللي احنا بتدغدغ او بتكسر عربيات الناس الطرق الحاليه ونحاول. طبعا هي هتبقى اختناق شديد لو صلحناها، بس لازم بالتدريج نشوف لها حل. الرقم اللي جاي هو 10% من وفيات العالم بسبب التدخين، وكل 6 ثواني في حالة جديدة بتموت بسبب التدخين. التدخين ده بقى قصة كبيرة، لكن بسرعة كده خلينا نقول انه الأزمة الكبيرة مش بس في المدخنين، من الرجال والسيدات والشيشة والقهاوي والساعات اللي بتنفق على التدخين والمليارات اللي بتنفق على التدخين في مصر،
الآفة الجديدة هي أنه طلبة ابتدائي وإعدادي اللي بيبتدوا تدخين بدري، واللي كتير من الإحصاءات بتقول لك أنه 90% من الأطفال الصغيرين دول اللي بيبتدوا تدخين في سن مبكرة بيتحولوا إلى مدمنين في سن مبكرة جدا برضو، وأنه عندك جيل جاي أسفة يعني أن أنا أقول بيتضرب، يعني إحنا كده بنضرب أجيال قادمة، لأنه التدخين دايما مرتبط بالأول سيجارة بريئة وبعدين سيجارة محشية. ففي حالة من الوعي اللي لازم تحصل في موضوع التدخين، سيبكم من الكبار في كل حاجة، سيبونا من الكبار اللي كبروا وعدوا، بس نركز مع الصغيرين. دينا خليكي حقانية، دينا وائل الخبر بأمانة. إيه؟ الخبر فيه معلومة أثارت يعني أو هي كوميدية، أن 14.5% من المدخنين من رباط البيوت. طبعا من يعني غلبهم. يعني جديدة دي أن الحاجة محمد بدل ما تلف محشي في البيت قاعدة بتعفر، يعني برضو يمكن تقرير صادم شوية. وكان طب في أنت حتى مش فيديو بتشوف الكافيهات الستات؟ لا شفت الفيديو أكتر بكتير. استني سيبك من الشيء، شفت الفيديو بتاع عبد الوارث عصر فردوس محمد؟ في فيديو انتشر على السوشيال ميديا، عبد الوارث عصر قاعد مع المدام بتاعته على الطبلية، وفي اخر الفيديو بتقول له طب يلا بقى لفلنا سجارتين عشان يعني بحب لفه ايديك. فواضح ان المراه المصريه احنا كنا مخدوعين فيها، وانها بتقعد في البيت بتعفر وبتلف سجاير وبتعمل بلاوي. لا هي بتقعد على الكافيهات، انا بشوف على الكافيهات كتير. طيب صيد الداخليه ثمين، ده كان 100 مليون. تخيلوا مسكوا عصابه اتنين اردنيين جايين مصري قبل واحد مصري وبيسرقوا فيلل وبيوت 100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب، يعني حوالي 10 12 15 مليون جنيه كمان. السؤال اللي نفسي افهمه الشمول المالي بالظبط، انا جيب بالي قوي الحكايه وانا دي. انا برضه افتكرت. لا انا عايز اسال في البيوت ليه؟ لا اسالته اه بالظبط، هو مين فينا بيشيل هذه المبالغ في بيته؟ اكيد الناس بتعمل حاجه غلط. يعني مليون، يعني انا شخصيا طالما في وسائل دفع نقدي واي تي ام، الواحد لو يملك فلوس بيسيبها في البنك. البيت ممكن فيه 500 1000 5 10، لكن اكتر من كده واحد شايل مثلا 3 4 مليون يورو ولا جنيه ولا بتاع ليه؟ اكيد بيعمل حاجه غلط، اكيد الراجل ده امواله مشبوهه ملهاش اي تفسير تاني. فدوروا ورا الناس دي، يعني مال الكنز النزهي زي ما بيقولوا، فمال الحرامي برضو او مال المسروق بيرجع واحد تاني يسرقه. طبعا انت المثل مش عاجبك، مال الكنز النزهي مال الكنز، لا ده عاجبني، ده بشوفه بيتحقق في الحياه كتير. فاتمنى ان يبقى الشمول المالي فعلي، دوروا على الناس دي وقطعوا رقبتهم، لان الفلوس دي اكيد من مصادر غير صحيحه وغير بريئه. الرقم اللي جاي هو رقم مهم جدا للمصريين، وزي ما كنا بنقول من دقايق احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل من انجازات بالارقام، ايه اتصرف كام على ايه. مهم جدا ان احنا نعرف رقم زي ده النهارده، انه 7.4 مليار جنيه حصيله تبرعات صندوق تحيا مصر. وده بقى شكل من اشكال الشفافيه اللي عشنا سنين طويله نقول لما تيجي تبرعات حاجه بديهيه ان احنا نعرف الوارد والمنصرف زي ما بيقولوا. الوارد لصندوق دعم تحيا مصر 7.4 مليار جنيه، وده رقم كبير ومحترم ومعتبر في حسابات الأرقام كده، رقم مهم جدا. يخلينا كمان يعني نراقب بشكل يعني علمي فكرة الإنفاق والصرف. في رقم تاني يعني مهم جدا، واحنا اتكلمنا كتير قوي عن منظومة التموين كتير جدا في الكام شهر اللي فاتوا، في 3 مليون اسم مكرر ووهمي ومن الوفيات في منظومة التموين، وده اللي يخلينا نقول لكم بالأرقام يعني ايه اسم مكرر ووهمي. يعني ناس بتاخد حاجه مش حقها، يعني ناس بتحلل لنفسها السرقه من الدوله، ما اسمهاش اي حاجه تانية، اسمك حرامي بتسرق من الدولة إذا كنت بتصرف تموين ببطاقة وهمية أو بشخص متوفي من الأسرة. لا دي اقتباس، دي فهلوة تفتكر؟ ده واد مفتح، واد خلاصة كدا، وبيعرف يلقط يعني القرش من بق العو يعني. وايه كمان من اللي بيتقال؟ انه ده مال الحكومة. مال الحكومة، ده مش حرام نسرقها. سرقانة ونهبانة، ايه المشكلة لما نسرقها يعني عادي جدا. ايه المشكلة؟ ده 3 مليون يا جدعان، 3 مليون دي دولة، ده شعب. يعني في شعوب العربية الشقيقة، الكويت ولا الإمارات ولا ليبيا ولا 3 مليون، دي بلد، دولة بتسرق، يعني دولة عايشة وسط دولتنا بتسرق، ده كفر يعني، كدين لا دين يسمح ولا أخلاق ولا حكموا الناس دي. ونداء للسيد وزير التموين، لو حكمت دول أرجوك افتح بقى باب التسجيل المواليد الجدد، لأن ده بيجيلي على صفحة البرنامج بكثافة غير عادية، في فقراء قوي قوي مستنيين الدور، لان فعلا بيعانوا ومستنيين فتح تسجيل المواليد الجدد، واتمنى ان تعجل بها الحكومه المصريه. هنطلع فاصل وهنشوف فيه تقرير سر الصنعه النهارده، هنقول لكم احنا كل اسبوع
صنع النهارده الصنع يعني ايه عشان لذيذه دكتوره دينا وجميلة. هانم النهارده قلنا برضو ايه مره جبنا لها فول لازم نجيب لها بقى ده بمناسبه عيد ميلادك كباب وكفته يظهر ليه علاقه بعيد ميلادي النهارده صنع سر الكباب وكفته ما حدش يتريق واكله موجوده ليه الكباب في البيت دينا بتحرقه وهي بتشويه مثلا والكفته بتفك منها وتنهار وتقع كلها في الفحم وننزل نجيبها من الفحم وعند الراجل الحاتي بتطلع الكفتايه ماسكه نفسها لو طولها 40 متر وماسكه حته واحده ليه الكباب بيطلع طري وحلو كده عند الحاتي تعالوا نشوف ويحضرني بس قبل ما نطلع نشوف تقرير الكبابجي ولسان حال الستات انا عايزه ورد يا ابراهيم وربع كيلو انا عايزه كفته ان ربع كيلو كفته ارخص من الورد انا عايزه كفته يا ابراهيم النهارده شعار البرنامج احنا عايزين كفته يا ابراهيم بعد الفاصل هنرجع على متاعب ومعاناه السياحه في مصر ما لا يعني بجد عمري ما قابلت واحد شغال في السياحه ما بيشتكيش اكيد مش كل دول متفقين اكيد مش بيداروا السياحه من العين ومن الحسد هم فعلا بيعانوا عشان كده احنا تعمدنا ان يكون ضيفنا الاستاذ عاطف عبد اللطيف عضو جمعيه مستثمري جنوب سيناء ليه عشان يبقى واحد من قلب الحدث والمعاناه معانا السيد المستشار احمد البطوطي وليد البطوطي مستشار وزير السياحه الله يكون في عونه النهارده لان الاسئله هتكون عنيفه وساخنه هناك مطالب للعاملين بالسياحة مطالب من الدولة مطالب شعبية مطالب مالية هنسمعها بعد الفاصل وهنفتح المداخلات لكل من يعمل بالسياحة ورجاء اللي ملوش دعوة بالسياحة ما يدخلش ويحكي انه متخانق مع مراته وبتاع طبعا على راسنا من فوق بس ركزوا في السياحة اللي عنده افكار للسياحه لان أيوة اي حاجه سياحه أصلاً. احنا بنسمع ناس عاديه ما بتشتغلش سياحه على فكره بس يقول لك عارفين المكان الفلاني في مصر اللي اتعمل فيه كذا الافكار دي كلها متاحه وتحديدا توصيه بس مني كده الله يخليكم منطقه الاهرامات ايه رايكم نفتح كده خمس دقائق للاقتراحات يمكن حد يسمعنا معانا تقريب كمان ادينا على نزله السمان متاعب نزله السمان انا بالصدفه قابلت حد من نزله السمان قطع قلبي شكاوي قلت له يا ابني اهو بكره هنكون عندك ونشوف شكاوي تعال نشوف برضه نزل السمان قالوا ايه والكباب والكفته سرها ايه وانتظرونا بعد الفاصل احنا مهنتنا الجزارة اساسا يعني بقى فوق 50 سنة بس مهنة المشويات بقى المطاعم وكان دوت بقى لنا حوالي 12 سنة أو 13 سنة فاحنا تخصصنا بالنسبة لجودة اللحوم عشان احنا عندنا خبرة فيها ان احنا نقدر نقدم أعلى مستوى وأعلى خدمة لأن بننقي يعني اللحم اللي هو يجوز ان يتعمل ده هو تخصصه اللحم ده ولا هيشتغل للكفتة وهيشتغل للكباب فبنقدر ننقي أجود أنواع اللحوم سهل أي واحد يفتح بس التخصص والخبرة والثقة دي مش سهلة سر صنعة المهنة لو وصلنا لحد 10 كيلو جملي تكون مخصصه من الجزء الرقبه وممكن يجوا معاهم الخمسه كيلو الضاني يفضل ان هم يكونوا من الزند بيشفيه الجزار ليها وبتفرمهم الاثنين مع بعض مع مقدار مثلا نحط حوالي 200 جرام من التوابل عليهم ما يزيدش عن كده وبيبتدي المنتج يخرج اللحم الجملي مع اللحم الضاني والاثنين بيخشوا مع بعض بيبقى متماسكين الاثنين ال 15 كيلو هياخدوا حوالي 200 جرام او 300 جرام من اللي هي او الطرب او الكلوايه ده بيتضاف ليهم عشان خاطر يدي نسبه الغمقان وما تتحرقش ويفضل ان هي يكون من اللي هي بتوطي النار عليها وكتر التتبيله على الوش زياده على اللازم ويكون مشربها في التتبيله بصل والقوطه والفلفل والليمون مضروبين في الخلاط ممكن يتحط عليها معلقتين صلصه حسب ما هي عايزه عشان تتحمر شويه في ناس بتحب تاكل الاول لما تشوف الطبق كده يعجبها المنظر يعني بتاع الاكل وهو مرصوص ففتح نفسها وفي ناس تانية لما تيجي تحط الأكل كده أهم حاجة عندها الطعم